إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. مرحبا أعزائي طلبة الثالث ابتدائي، اليوم عندنا في يونت 2 صفحة 24 في كتاب الطالب قطعة The Mall في المول. It is Saturday and we are at the mall. إنه يوم السبت ونحن في المول. I am with my mom and dad. أنا مع أمي وأبي. My big sister Dania وأختي الكبرى دانيا and little brother Ammar وأخي الصغير عمار. There are lots of shops on different floors. هناك الكثير من المحلات في مختلف الطوابق. We need to decide where to go. نحتاج أن نقرر أين نذهب. We are going to buy some clothes and I hope we are going to the cafe for ice cream. We are going to buy some clothes. نحن ذاهبون لشراء بعض الملابس and I hope وآمل أتمنى we are going to the cafe for ice cream. أن نذهب إلى الكافتيريا لشراء الآيس كريم. نعدنا هذا التمرين Men's Fashion أزياء أو ملابس الرجال Home Cooking أدوات المنزلية للطبخ كافي الكافتيريا سوبر ماركت Play Area منطقة اللعب IT and Computing الأدوات الحواسيب والتكنولوجيا Women's Fashion أزياء أو ملابس النساء Children Fashion اللي هي ملابس الأطفال. ننظر إلى الصورة ونكتب أي قسم من المول هو هذا يمثل. مثلا عندنا هنا هذه مثلا ملابس النسائية نقول Women's Fashion. هنا نكتب بدنا Read who's speaking. اقرأ من المتكلم. Write the names. اكتب الأسماء Mom, Dad, Wissam, Dania and Ammar. يعني من المتكلم من خلال هذا الكلام نعرف من الذي يتحدث. هم خمس أشخاص الأم والأب ووسام ودانيا وعمار. أول متكلم I want to look at the suspense. Where do I go? أريد أن أنظر إلى القدر يعني الجذرية أماكن تواجد القدور الجذرية في المول. Where do I go? أين أذهب؟ إذن واضح أن المتكلم هي الأم. فنكتب هنا نكتب هنا Mom. 2. I need a new dress. أحتاج إلى فستان جديد. And a coat for school. ومعطف للمدرسة. Where do I go? أين أذهب؟ إذن المتكلم هي دانيا. 3. I want to have an orange juice. أريد عصير برتقال. Where do I go? أين أذهب؟ المتكلم هو وسام. 4. I want to find how much a new smartphone costs. أريد أن أعرف كم يكلف الهاتف الذكي. Where do I go? أين أذهب؟ إذا المتحدث هو داد الأب. اكتب هنا داد. شلون عرفنا؟ لأننا قلنا أن وسام والده مثل ما قرأنا القطعة سابقا يشتغل IT programmer مبرمج حواسيب، وبالتالي هو يهتم للأشياء المتعلقة بالموبايلات والحواسيب. 5. I don't want to buy anything. لا أريد شراء أي شيء. I want to play. أريد أن ألعب. Where is the play area? أين منطقة اللعب؟ واضح المتحدث هو أمار اللي هو أخوه الصغير يحب اللعب، فنكتب هنا أمار.